بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. And on his authority he related from Ibn Abbas regarding the saying of Allah, exalted is he, Aleph. Lam Mim, that he said, Allah informed us about the story of the delegation of Natron. It is also said that this is an oath by which Allah swore that he is one and that he has neither progeny nor partner. Allah. There is no God save him, the alive, who dies not and is not evanescent, the eternal, the self-subsistent who has no beginning. He hath revealed unto thee, Muhammad, the scripture. He sent you Gabriel with the scripture, with truth, in order to show truth from falsehood, confirming, corroborating Allah's divine oneness, that which was 53, revealed, before it, of scriptures, even as he revealed the Torah, in one go to Moses the son of Amram, and the Gospel, in one go to the Jesus the son of Mary. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب.
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Aforetime, before Muhammad and the Quran, for a guidance to mankind, as a guidance from error to the children of Israel, and hath revealed the criterion of right and wrong, he revealed the Quran to Muhammad in installments to differentiate the lawful from the unlawful. Lo! Those who disbelieve the revelations of Allah, Muhammad and the Quran, referring in this context to the delegation of Najran, theirs will be a heavy doom, in this world and in the next. Allah is mighty, powerful in his vengeance, able to requite the wrong, able to carry his vengeance out on them. Lo! Nothing in the earth, of the story of the delegation of Najran, or in the heavens, concerning the angels, is hidden from Allah. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن
الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. He it is who fashioneth you, creates you, in the wombs as pleaseth him, short or tall, pretty or ugly, male or female, felicitous or damned. There is no God, there is no fashioner or creator, save him, the Almighty, who is vengeful against whoever does not believe in him, the wise, in creating what is in wombs. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. He it is who hath revealed unto thee, Muhammad, the scripture, who sent you Gabriel with the scripture, wherein are clear revelations, expositing the lawful and unlawful which are not abrogated and which are acted upon. They are the substance of the book, they are the foundation of the book as they are the leading theme in each book. They are all acted upon. An example of this is the saying of Allah, say, come, I will recite unto you that which your Lord hath made a sacred duty for you, 6:151. And others, which are allegorical, vague in their meanings to the Jews, like the use of the letters of the alphabet according to their numerical value, Hizb al-Jumal, in such instances as Aleph. Lam Mim, Aleph. Lam Mim. Sad, Aleph. Lam Mim. Ra, and Aleph. Lam Ra, it is also said that, others, which are allegorical, means,
other verses that are abrogated and no longer acted upon. But those, the Jews Qabi ibn al-Ashraf, Hiyyah ibn Aqtab and Judah ibn Aqtab, in whose hearts is doubt, skepticism, opposition and deviance from guidance, pursue, forsooth, that which is allegorical seeking, in the Quran, to cause, dissension, pursuing disbelief, ascribing partners to Allah, and holding fast to the error they are in, by seeking to explain it, to determine the future of this nation so that dominion reverts back to them. None knoweth its explanation, the future of this nation, save Allah. Here Allah interrupts his speech and then resumes it by saying, and those who are of sound instruction, those who have a sound grasp of the knowledge of the Torah, Abdullah ibn Salam and his fellow companions, say, we believe therein, in the Quran, the whole is from our Lord. Allah has revealed both those verses which are clear and those which are ambiguous, but only men of understanding, who have sound minds such as Abdullah ibn Salam and his fellow companions, really heed, take admonition from the simile of the Quran.